سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. هجوم باستخدام البرنامج الخبيث آيست آي دي يمكن المخترقين من الاستيلاء على الأكتيف دايركتري في أقل من 24 ساعة من الوصول الأولي، مع استعارة تقنيات من مجموعات اختراق أخرى مثل كاونتي لتحقيق أهدافه. ووفقا لبحث جديد، ثغرتان تؤثران على منتجات مايكروسوفت تتصدران استطلاعا للثغرات المستغلة التي يتم استخدامها لاستهداف قطاع الخدمات المالية. وجهات اختراق تحاول بنشاط استغلال ثغرة أمنية حرجة تم تصحيحها مؤخرا في لوحة التحكم على الويب CWP التي تتيح الوصول لصلاحيات وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد RCE على الخوادم المتأثرة. سايبر سيكيورتي بارك، نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.